مسافة بعيدة بعيدة، والكرة عندما وصلت تحولت مثل المقابلة تاع التسديدات تاع رونالدو. تحول مسار الكرة بهذه التسديدة القوية من حشود الذي يمنح الأفضلية والأسبقية لفريقه الوفاق. يبعث المباراة من جديد، يعيد بعث الروح بعد هذه الكرة الخطيرة، التحضير من ربيح، أرضية زاحفة صعبة مرت بين أقدام أو بين أرجل المدافع والحارس. شاهدوا معنا ربيح يحضر هذه الكرة لعمار عمور، مباشرة خادعت الحارس وخادعت الدفاع بعد الأولى المرفوعة، خروج الحارس، الإبعاد لربيح في الكرة الثانية مهمة، الانتظار يمرر مباشرة لعمار عمور الذي يلعب كرة صعبة أرضية زاحفة في مرمى الحارس بن حمو، يعدل النتيجة لمصلحة شباب الوزداد. وهنا باش نشوف الخبرة والرزان.